الميادين ميدان الوثبة. نذهب مباشرة لنتعرف على المقدمة والصدارة، من يأتي مع الصدارة ومع المركز الأول؟ نجد حمد بن عبد الله بن محمد اللي حافي من يقدم لنا نجد مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز رعد عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي من يتقدم مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثالث انطلاقة مباشر في هذه اللحظات من أشقر، مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي، القدوم والوصول في هذه اللحظات من مهندس إبراهيم بن عبد الله من يقدم لنا هذا الاسم بن سعيد بن صالح آلي نيبي مع مهندس محتلا مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس رعد عبد العزيز بن جمع بن مبارك الأحبابي، الوصول والقدوم مشاهدين الكرام من لهب سالم بن لويهي بالزفنه الاعفاري يقدم لنا هذا الاسم مع المركز السادس. المركز السابع نايف الدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، ولكن شاهين سالمين بن محمد بن سالمين العامري من يقدم لنا هذا الاسم. هكذا الاسماء لنا عوده مع الصداره، لنا عوده مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. مع الصداره نجد من ياتي مع الصداره، حمد بن عبد الله بن محمد اليحافي. المركز الثاني مهندس ابراهيم بن عبد الله بن سعيد بن صالح الينيبي، مكتوم بن شيبه بن علي السبوسي يتقدم بهذا الانطلاق والشعار. المركز الرابع من ياتي شاهين سالمين بن محمد بن سالمين العامري يتقدم مباشرة مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر أرصد اللي في المركز الخامس اللي غير من مركز إلى مركز باحث عن الناموس وباحث عن الانتصار في هذه اللحظات، استلم القيادة مشاهدين الكرام. ياتينا مهدي مانع بن سلطان بن هناك اللي يتقدم في هذه اللحظات، مهول محمد بن ناصر بن جديد المنصوري من قدم لنا الناموس في هذا الصباح. الناموس وين؟ الناموس ناموسين في شوط المنتجين، في شوط الانتاج، الانطلاق مباشر. هناك ياتي شاهين سالمين بن محمد بن سالمين، ونجد من الجانب الاخر حمد بن عبد الله بن محمد اليحافي، وهناك ايضا القادم الواصل في هذه اللحظات بدا يتقدم مشاهدينا الكرام. وياتينا هناك يتقدم بهذا الانطلاق الصارم احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. الناموس وين؟ الفوز وين؟ الابداع معك يا بن جديد، مشغل قادم، مشغل مشاهدينا الكرام. هناك ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يتقدم، وهناك ايضا ينطلق فلق علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري. الناموس وين؟ بن جديد المنصوري ما زال هو المسيطر والمقدم مشاهدينا الكرام. لنا مهول 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 ومشغل اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، لين الناموس؟ إلى أين الفوز والإبداع والانتصار؟ يوسلوك بدل انطلاق مباشر. هناك من يتقدم بهذه اللحظات، يأتي اللي هو مشغل ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم لنا مشغل من أشغل الشوط بناموس هذا الشوط. بدأ يقدم إبداعاته، بدأ يقدم فوز وانتصار وناموس إنتاج. سلام سلام على هذا الإبداع، على هذا الأداء. تهانينا والناموس لمالك مشغل ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي على هذا الفوز والانتصار والإبداع. مشكور يا الواثق، مشكور يا الواثق. حمد بن غدير من يتابع الشعار والانطلاق، أشكرك يا الواثق على هذا الفن والإبداع. هناك الحاصل على المركز الثاني في أشواط الصعوب ينال شرف الناموس في شوطنا هذا اليوم. هنا تهانينا والناموس لمالك مشغل من مشاهدين الكلام ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، ومشكور يا حمد بن غدير. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، فلق علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري. المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، مهول محمد بن ناصر بن جديد المنصوري. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، من وصل في رابع المراكز اللي هو الصارم احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. المركز الخامس، خامس المراكز اتى اللي هو كحيلان محمد بن سالم بن حمد الدرعي. هكذا النتيجة. نذهب مباشرة
إلى مشغل والتوقيت الزمني، وتهانينا والناموس لمالك ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي على هذا الفوز، والتهاني لك يا الوافق حمد بن غدير. 4:24 و6 من الأجزاء يسجل التوقيت الأفضل تحت أقدام مشغل. سلام مشغل سلام مع التوقيت الأفضل تحت أقدام يسجل مشغل على هذا الصباح. تهانينا ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. 4 دقائق التوقيت الزمني مع المركز الثاني، 26:08 من الأجزاء. مشاهدين الكرام مناتا مع المركز الثاني، 4:26:06 من الأجزاء. أتانا في المركز الثاني مشاهدين الكرام اللي هو فلق علي بن ناصر بن جاب الغفران المري. المركز الثالث 4:27:04 من الأجزاء. من احتل مع المركز الرابع مشاهدين الكرام أو ثالث المراكز، ثالث المراكز مهول محمد بن ناصر بن جديد المنصوري. رابع المراكز 4:29:04 من الأجزاء. من احتل مع المركز الرابع هناك مشاهدين الكرام رابع المراكز أتانا اللي هو الصارم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي. المركز الخامس 4:31 وفاء وتماما مع المركز الخامس. هناك مشاهدين الكرام اللي هو أتى خامس المراكز كحيلان محمد بن سالم بن حمد الدرعي، ولكن تهانينا والناموس مع التوقيت الأفضل من يسجل تحت أقدامه مشغل معلن فوز وناموس مهدي ناصر بن سعيد بن